ظاهرة فلكية نادرة هتحصل النهاردة من خلال اقتران القمر مع كوكب المشتري في مشهد ضوئي يشاهد بالعين المجردة، وهيكون ظاهر هذا المشهد البديع في سماء مصر وفي سماء الوطن العربي. طيب خلينا نعرف تفاصيل اكتر. معانا عبر الهاتف دلوقتي الدكتور اشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. صباح الخير على حضرتك استاذه بسنت واستاذ مصطفى. اهلا وسهلا. هي بس بحب اصلح معلومه بسيطه، هي مش نادره. يعني حصلت ممكن نشوفها كده؟ بتحصل كل يوم الاقترانات مع القمر او مع المحاق او مع البدر. بس طبعا احنا في محاق شهر محرم في نهايه الشهر. فلو حد بص من ساعتين فاتوا ناحيه الشرق هيلاقي القمر في طور المحاق، داخل على دور المحاق، وهيلاقي تحتيه هيبان على انه نجم لامع جدا اللي هو كوكب المشتري. كوكب المشتري احنا عارفين ان هو لامع وان هو عملاق للمجموعه الشمسيه، وممكن تتشاف بالعين المجرده الاثنين جنب بعض. بس لو في منظار صغير هنشوف الاربع كواكب اللي احنا بنسميهم الاربع اقمار اللي بنسميهم اقمار جاليليو. هتبقى المشتري هيبقى جميل جدا، لامع في السماء وفوقيه القمر لاي حد ما بيعرفش فلك او ما بيعرفش في السماء ناحيه الشرق. ولو بص بالمنظار هيلاقي حواليه اربع نقط لامعين اللي هم اربع اقمار جاليليو. طبعا المشتري ليه اقمار كثيره جدا الناس تعبت من عدها، بس الاربعه دول لامعين جدا مكتشفين من ايام جاليليو. يعني احنا النهارده هنقدر بالليل نشوف ده بالعين المجرده؟ لا حضرتك، انا بتكلم احنا في نهايه الشهر العربي. نهايه الشهر العربي زي ما احنا عارفين ان القمر بيشرق من قبل الشمس بساعتين ثلاثه كده ويغرب قبل الشمس. مش هنشوف القمر بالليل، لكن عايزين نشوف القمر بالليل يبقى ان شاء الله ابتداء من 7 يوليو هيحصل اقتران ما بين القمر وخليه النحل وعطارد. هيبقى في اقترانات كتيره. بكره ان شاء الله نفس المنظر اللي فاتوا المنظر النهارده، هيبص ناحيه الشرق قبلها بساعتين، يعني مثلا من الساعه 4 الفجر هيلاقي نفس المنظر، بس هيلاقي القمر بعد شويه عن كوكب المشتري، فهتتكرر الظاهره بكره تاني ان شاء الله، بس بدل ما 5 درجات ما بين الاثنين هيبقى درجات اكتر شويه. طب ايه اسباب ظهور الظاهره دي؟ دلالاتها العلميه ايه؟ يعني ايه الاستفاده من وجود هذا التزامن او التراص في المشهد ما بين القمر وكوكب المشتري؟ زي ما حضرتك ما قلت، في حاجه اسمها مجموعات نجميه بتمشي مع بعضها. المجموعات النجميه دول متصلين مع بعض فيزيائيا، بيمشوا مع بعض ويختفوا مع بعض. في بقى حاجات مالهاش علاقه ببعض، يعني القمر مرتبط بالارض اكتر والاثنين بيلفوا حوالين الشمس، المشتري بعيد خالص عنه والمشتري بيلف حوالين الشمس. فبتيجي على صفحه السماء بلاقي في يوم زي النهارده كده بلاقي ان القمر جه جنب المشتري. فاللي ما يعرفش فلك بنقول له خلي بالك النهارده هيظهر بالصدفه القمر جنب المشتري، ملهاش اي علاقه فيزيائيه خالص. فحضرتك لو عايز تصور المشتري هتبص ناحيه القمر هتلاقي فيه حاجه لامعه جدا اللي هي الناس هتفتكرها نجم، لكن هي كوكب، يعني مصدر الطاقه بتاعه جاي من عكس اشعه الشمس. هو ده كوكب المشتري. زي ما قلت لحضرتك يوم 7 يوليو هقول له ان في كوكب اسمه عطارد هتلاقيه برضه جنب القمر، وده اقتران القمر مع عطارد مع خلية النحل. خلية النحل دي مجموعة نجمية بتمشي مع بعض وتختفي مع بعض، لكن الاقترانات دي مجرد صدف بتحصل كل يوم احنا حاسبينها وعارفينها، فبنقولها للناس لتسهيل علم الفلك ولتسهيل رصد السماء. اللي عايز يتفرج على كوكب المريخ الأحمر بنقول له هيظهر مع القمر في وقت كذا، اللي عايز يتفرج على المشتري بنقول له هيظهر الاقتران كذا. خلية النحل اللي حصلت امبارح اقترانها مع القمر هيتكرر نفس الظاهرة يوم 30 يوليو ان شاء الله، هنلاقي اقتران لخلية النحل مع القمر يمكن من 1:30 بالليل لغاية شروق الشمس. يعني افهم من حضرتك انه حاجه زي دي ممكن تبقى بتحصل كل يوم، لكن مش شرط لكن احنا نبقى نشوف، لكن مع كواكب مختلفه ومع اجسام ثانيه مختلفه. طيب هل في اماكن هيظهر فيها الظاهره دي اكتر من اماكن ثانيه بشكل لا اوضح؟ لا حضرتك، هو طالما هي واضحه للناس كلها حتى داخل القاهره، يعني انا عندي من القاهره انا شايفها جدا وكانت واضحه جدا من ساعتين، لان القمر طبعا لامع جدا والمشتري لامع جدا، فالناس بتشوفها. الفرق ما بين القمر مثلا وما بين كوكب الزهره
ان بنلاقي ان كوكب الزهره دايما بيبقى ارتفاعه قليل شويه، لان هو ما بيننا وما بين الشمس، لكن المشتري بيبقى ارتفاعه عالي، وطبعا بيبقى موجود اثناء النهار بس مش هنقدر نشوفه. فاحنا بنشوف الظاهره دي من قبل شروق الشمس بساعتين تقريبا، بنلاقي القمر ظاهر طبعا في اواخر الشهر العربي كانه محاق، وتحتيه يا اما بقى المجموعه النجميه يا اما المشتري يا اما اي كوكب ثاني. بعد بدايه الشهر العربي برضه عشان الناس تبقى واخده بالها، مش هرصد الظاهره بقى ناحيه الشرق او مع شروق الشمس، لان القمر ساعتها هيظهر بعد شروق الشمس ويختفي ويفضل موجود لغايه بعد غروب الشمس. فلو عايز ارصد اي اقترانات من بعد 7 يوليو هرصدها بعد الغروب، لان القمر في اول الشهر العربي بيظهر لمده ساعه. ايوه ماشي. بقى ثاني يوم بيظهر لمده ساعتين ثلاثه لغايه الفجر بقى بعد كده. طب انا يعني لو عايز يعني اشجع علم الفلك، اقول لاطفالنا يروحوا، نقول لهم مثلا يروحوا جبل مقطم، يقول لهم يروحوا مرصد حلوان، نقول لهم يروحوا فين علشان يبقى في حد بيشرح لهم الموضوع ده بشكل افضل، يكلمهم يكبر يعني عندهم الشغف لعلم الفلك يا دكتور. حضرتك احنا الحمد لله انشطه علينا من اسكندريه لاسوان، في انشطه لينا في شهر 7 في 3 احتفاليات هتحصل بنعلن عنها واعلنا عنها. في حضرتك في اسوان كان عندنا اشتركنا مع مجموعه نوبيه لمده اسبوع لرصد بالتلسكوب تبع مرصد حلوان، والزملاء كانوا 2 دكاتره كانوا هناك بيشرحوا لهم يعني ايه فلك والانشطه الفلكيه والكواكب والنجوم. بنروح الجامعات، كنا مشتركين برضو في جامعه الطفل، فاتحين ابوابنا في مرصد حلوان، بس طبعا حضرتك ده مرصد بحثي، فاي مجموعه بتجمع نفسها 10 افراد او اي حد بنفتح لهم ابوابنا ونشرح لهم الشمس والبقعة الشمسية والفلك والنجوم وكل حاجة. نفس النظام بالنسبة لمرصد القطامية، لو كل هواة الفلك وكل الجمعيات الفلكية للهواة بنفتح لهم أبوابنا. مشتركين مع أنا عضو في المجلس الأعلى للاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء. جميل. مشتركين في يوم الكويكبات يوم السبت إن شاء الله، هنعمل ندوة من الساعة 3 عصرا لغاية من 5 لغاية الساعة 9 مع الوطن العربي كله مع الدول العربية كلها، يعني إيه كويكبات، أخطرها، احتمال نزولها على الأرض، النيازج وأهميتها وفوائدها بالنسبة للأرض. إحنا في كل الأنشطة حضرتك من مهام المعهد القومي أول حاجة نشر الثقافة العلمية. بالنسبة للمدرسين بندي لهم دورات تدريبية، أي حد أي مجموعة بتجمع نفسها عظيم. بتيجي عندنا وبننشر علم الفلك إن شاء الله. جزيل الشكر لك يا دكتور. الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، شكرا جزيلا لحضرتك.